جد بالسفارة وين وصلنا هسه؟ بعد ما وصلنا لا ما خويا اسال الحمد لله. إلى هذا شلون هو؟ والله بخير الحمد لله والشكر. جميع الأشخاص اللي قاعد يشوفون الفيديو مالتك والسفرة لشمال إيران يقولون أريد أبو فهد ياخذنا سفرة، أنت شو تقول لهم؟ أنا بخدمتهم وايد أشكر من عندهم وإن شاء الله بخير هم إن شاء الله. هذا الإمام الحسين وهذا الطريق إن شاء الله أشوفهم بخير إن شاء الله بالخدمة. رحم الله والديك، الله يسر عليك، بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا، مشكور مع السلامه. حياك يا ابو فهد. ها قلب عشان هذا موقف حام الشريعه. اي هاي الفوق، هاي الفوق طبقه ثانيه ان شاء الله بس عدلها ان شاء الله. بس اصعد 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 هاي قاعة الزلم. ايه وذيك قاعة النسوان وراها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عبر عندنا هذا الممر يوديك للمغاسل. اوكي ان شاء الله سنه من السنين تجيبون عوائلكم ان شاء الله. بجدانك انت موجود وفاء ان شاء الله. المكان هم يسع ان شاء الله. هاي المغاسل وعليك على التكرار. خلص عدي فوق مساعد فوق والعلي عليك. الله يديك الصحة والعافية. الله يعافيك وفاء. بس شو تسوي بعد؟ قدمون شو تسوي؟ عليك هاي هنا هم غاسلين هم
سواء الطابق الفعلي. هاي الطابق الفعلي. ايه. هاي الطابق الفعلي. عامل ازاي؟ مبيت. وذيك الطبقة الثانية مع النسوان في الصفحة. جي. ما شو ضرب النعل. ايه. أكثر شيء لل عمال يعني للكادر. أي الكادر كادر فني يساعد. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الله. حياك الله. راح صور الصف. دوام الله. مهجورين. من ناس أول. لا لا. يلا خويا توكل يلا توكل يلا عليك يا بك. Yeah.
خالد شو تعال غد انتظرني يا وهاي نسوان لا بطبيعة السلام عليكم.